سلام البنات، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. كيما وعدتكم ها هما الفيديوهات ديال انستغرام، جمعتهم ليكم ديال الشباكية. نتمنى الفيديو يعجبكم وخليتكم على خير. رمضان كريم. بنات بدينا دابا نوجدوا العسل ديال الشباكية. درنا 2 كيلو ديال السكر مع كاس ديال الماء، وعندنا 3 طروفات ديال الحامض والقرفة، 2 عواد ديال القرفة. غنخليو دابا السكر يذوب في الكوكوت، عاد نزيدو الحامض والقرفة ونسدو عليها الكوكوت ونخليوها على درجة وسطى. هنايا عندنا دابا 9، غنديرو حنايا 4 ونخليوه يطيب. هاد الفيديوهات كاملين ان شاء الله غنحطهم لكم في اليوتيوب باش تقدروا تشوفوهم عاوتاني، ملي انا من بعد عاوتاني حتى الاخر غنوريكم الطريقه كيفاش تعرفوا انه العسل صافي راهو مزيان وتوجد، وتبقى لكم الفيديوهات. السكر ها هو البنات راه ذاب، وغنزيدنا دابا 2 عواد ديال القرفه والحامض وغنسدو على الكوكوت. تنوجدوا دابا البنات الطحين ديال الشباكيه باش يبقى على الليل بالليل ويشرب العطريه مزيان، تولي فيه يشرب هذوك القوام اللي غنديروا فيه ان شاء الله. دابا مع حنا غنديروا 2 كيلو، درنا 100 غرام ديال اللوز. نتوما اللي غديروها 100 غرام 100 كيلو ديال الطحين، غتاخذوا غير 50 غرام ديال اللوز، سخناه في المقله وطحناه وتنخلطوه مع الطحين ونغربلوه. Wie bei den Mandeln auch machen wir das mit dem Sämann. Da haben wir bei 1 Kilo braucht ihr dann 60 Gramm. Das haben wir in der Pfanne angeröstet und zermahle ich jetzt auch und siebe es noch einmal. Und dann kommt das zum Mehl dazu. البنات المقادير كلهم غنكتبهم لكم ان شاء الله. مازال على حسب الشباكيه درنا دابا كيلو، هنايا دابا 2 كيلو، ولكن انا نعطيكم مقادير ديال كيلو. كيلو ديال الشباكيه 60 غرام ديال الجنجلان مطحون، 50 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال اللوز مقرمل ومطحون، وشوي معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال حبه الحلاوه، وشويه مسك الحره، وشويه الملحه. هادشي غنخلطوه ونخليوه دابا، هادشي غنخلطوه دابا باش الطحين يشرب لينا هاد المقادير كاملين مزيان ويولي في المذاق ديالهم. وتا الغدا ان شاء الله نديرو هذاك الشيء اللي سائل ونعجنوها ان شاء الله ونوجدو الشباكيه. السلو راه قرب، غنديرو ليه العسل. البنات ها هو توجد، تقريبا 15 حتى 20 دقيقة كنا سادين عليه كوكوت، من بعد خلينا 10 دقائق يطيب وزدنا عليه ما زهر، وها هو كيفاش جا، وغنستعملو الشباكية ان شاء الله. غنوجدو دابا الشباكية، غتحتاجو تولو ديال زيت بلدية، وتولو ديال زيت رومية، وتولو ديال الزبدة باش ان شاء الله مدوبة باش ان شاء الله نوجدو الشباكية. بدينا دابا تنخلطو، درنا 2 بيضات، معلقه 2 معالق كبار ديال الخل مع شعره ديال الزعفران، وواحد الخميره ديال الحل ديال الخبز، هذه بحال هذه خنيشه. اصعب حاجه البنات هي هاد الدليك ديال الشباكيه، مشات لي من النفس. درنا دابا 2 كيسان ديال الماء الزهر، وتنزيدو مره الماء معاه الا كانت حشتنا، نزيدو قطيره ديال الماء الا شتنا بقى قاصحه. ها نتوما حنا خدامي، هذه صراحه خدمه ديال الرجال ماشي ديال العيالات، شي راجل صحيح يجي يدلكها. هاي شباكيه البنات، دلكناها مزيان ودرناها في هاد الخناشي، خليناها شويه ترتاح وعاد نكملو الخدمه ديال التشبيك ان شاء الله. شباكيه هاني دلكتها وتنتنيها بحال هكا على هذا الشكل، ونخليها ترتاح شويه عاد نعاود ندلكها ان شاء الله باش نقطعوها. جميله صغار هي. دابا البنات تنقطعو، تندلك هذوك لي طويط، تندلكهم ونحطوهم يرتاحوا، عاد ندوزوهم على من ماكينه على هذا الشكل، ونبداو ان شاء الله نقطعو فيها. بدينا بالقليان ولا قرمنا، ها نتوما راه درنا النص تقريبا. العسل اللي درنا زدنا ليه مازال 2 قراعي ديال العسل، فيهم نص كيلو، هذوكنا نص كيلو، يعني كيلو ديال العسل المشري زدناه مازال. هذا اللي زدنا البنات، هاي كيلو زدنا منه، ها هو هاي شباكيه فين كانت تقلى.
بنات كثرت عليكم شويه بالالمانيه، ولكن ما شاء الله عليكم اكثريه فيكم وراء تعرف كيفاش تتصايب شبكيه وكيفاش تتشبك، وما شاء الله انواع واشكال ديال التشبيك كاينين. حنا صراحه هاد المره درنا هاد الشبيك العادي، واخا صراحه كاين عطى الله الافكار واشكال ديال قطعتها. دابا تطرى لكم نتوما فاش تقطع بزاف تقولوا ما بغيتش عجين. هاي البنات شبكيه كيفاش جات، مازال باقا تطيب وباقي ما شاء الله الخير كاين. ها نتوما تجي كي تجي زهره ما تهضرش يا دابا. ها نتوما البنات بديت تنديكوري في التبصيل باش نصوروا لكم ان شاء الله. ها السلو، ها الشبكيه، ها هي شبكيه اخرى، وباقي مازال هنا الشبكيه. اللهم هل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين.